فيديو النهارده بقى هيبقى حل المشكله بتواجهنا كلنا، وهي مثلا انك تكون صورت شويه صور على شويه فيديوهات ومنزل شويه تطبيقات وفجاه تلاقي مساحه الهاتف عندك اتملت بشكل غير طبيعي. ففيديو النهارده هندي شويه حلول كده هتساعدنا في حل المشكله دي. وقبل نبدا الفيديو ونعمل اي حاجه، عايزكم تنزلوا تحت تدعموا الفيديو بلايك وتشترك في القناه وتشترك وتفعل زر الجرس، عشان دي الحاجه الوحيده اللي بتدعمنا وتدعمنا جدا. واذا عجبك الفيديو انشره مع اصحابك على الواتس والفيس عشان نكبر العيله بتاعتنا. ولازم نشكر الناس العسل ده بتاعتنا اللي اتجنن، من محمد رضا وجلال احمد وبودي الالفي واخيرا احمد محمد وبدر احمد وهدير محمد. وفي الفيديو ده هنشرح طريقتين، طريقه بتطبيق وطريقه من غير تطبيق، سهله جدا. بس قبل ما ندخل في الشرح عايز اوريكم حاجه صغيره جدا، هوريكم مساحه الموبايل عندي قد ايه قبل ما نشرح الطريقه بالشكل ده. فزي ما احنا شايفين مساحه الهاتف عندي 22.9، يعني 23 جيجا انا مستخدمها من اصل 32 جيجا، يعني فاضل شويه صغيرين جدا ومساحه الهاتف تتملي. دلوقتي بقى كل علينا ندخل على جوجل بلاي وهنبحث عن التطبيق ده كلين ماستر، وهنعمل التطبيق ده تثبيت. بس قبل ما نثبته محمل التطبيق 1 بليون شخص، يعني عدد كبير جدا. كل عليك هتضغط تثبيت ونستنى شويه لحد ما يحمل. بمجرد ما التطبيق هيتثبت هنعمل له فتح، بعدين ستارت. دلوقتي نمسح الملفات اللي ملهاش لازمه عندنا على الهاتف عن طريق احنا نضغط هنا، بعدين نديله صلاحيه عن طريق احنا نضغط الاو بالشكل ده، بعدين نديله الصلاحيه دي، بعدين نديله اخر صلاحيه من هنا اوكي. وبعدين هنا بيقول لك اللي هو لقى 1 جيجا و300 ميجا مالهمش لازمه عندك، هيعمل لهم تنظيف. كل علينا نضغط هنا ونستنى شويه لحد ما يعمل فحص ويجيب لك كل الملفات. ودلوقتي بيقول لك اللي هو لقى 1 جيجا و800 ميجا، هنعمل لهم تنظيف. فبالتالي بيدخل جوه كل تطبيق ويمسح الملفات اللي ملهاش لازمه بطريقه سهله جدا. طيب دلوقتي لو انت عايز مساحه اكتر من خلال التطبيق ده هتعمل ايه؟ كل عليك هتضغط هنا، فبالتالي هيدخل كل الملفات عندك ويجيب لك الملفات اللي ملهاش لازمه عندك او الصور المتكرره. ولكن هنا في اول خيار بيقول لك اللي فيه هنا مجموعه صور زي بعض انت متصورها مالهمش لازمه ممكن تمسحهم، بيفضل يديك خيارات كتيره جدا. وهنا بيقول لك اللي فيه فيديوهات عندك مساحتها كبيره جدا انت مش بتستخدمها او ما بتدخلهاش بقالك فتره، ممكن انك تمسحها، والفيديوهات دي مساحتها 5 جيجا، وبيديك خيارات كتيره جدا انك تفضي مساحه اكبر. طيب دلوقتي خدنا مصلحتنا من التطبيق ده، هنعمل بقى للتطبيق ده حذف او انستول بالشكل ده. ونيجي بقى للطريقه الثانيه اللي هي من غير تطبيقات، والطريقه دي هتفيدك بشكل كبير جدا وهيديك مساحه كبيره. والطريقه دي بتشتغل لو انت موبايلك حديث شويه، فمثلا انت لما بتيجي تحذف فيديو من عندك بتضغط عليه وتعمل له حذف، بيقول لك حذف الى صندوق الزباله، بتضغط هنا. فبالتالي بيكون في مشكله عندك دلوقتي ان الملف ده ما بيكونش اتمسح بشكل نهائي، بيفضل موجود عندك على الهاتف وبياخد مساحه على الفاضي. وعشان نحل المشكله دي هنعمل ايه؟ هندخل على ملفاتي بالشكل ده، وبعدين هنضغط هنا ندخل على ملفات الجهاز وننزل على ملف اسمه اندرويد بالشكل ده، وهتلاقي ملف اسمه داتا، بتعمل له حذف من عندك بالشكل ده ديليت. ونروح دلوقتي نشوف المساحه بقت قد ايه بعد اللي احنا عملناه، وصل ل 21 جيجا ووفرنا مساحه كبيره جدا. فده كان فيديو النهارده، يا رب يكون خفيف عليك وتكون استفدت منه. لو شايف انك استفدت من الفيديو اضغط لايك عشان ده بيدعمني جدا. لو انت مش مشترك اشترك في القناه، ولو اول مره تابعني اضغط هنا، بنزل فيديوهات جميله جدا ادخل وشوفها. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.